واليوم حديقة كاملة من البراعم جاتنا من المدرسة الإعدادية ابن هانة. نقول احنا في القروان طريق حفوظ، أما هي اسمها المدرسة الإعدادية ابن هانة بالقيروان. كان معنا لقاء في أنا أبدع، توا لقائنا في، وكان معنا لقاء في صدى المدارس، توا معنا لقاء مع ابن هانة تحديدا في أنا أحلم. أكيد كل فرد من تلامذتنا عنده حلمة حب يعيشها، عنده حاجة حب يحققها، والمدرسة بأسرتها التربوية أكيد عندها حلمة كبيرة وعزم راسخ على تحقيق هذه الحلمة. حبيت نرحب من جديد بالأستاذة سمس السبوعي مديرة المدرسة الإعدادية ابن هانة بالقيروان، وبالأستاذ هشام الطوالي أستاذ اللغة العربية وأدابها بإعدادية ابن هانة، وبممثل الأولياء السيد صديق حميدة الماجري. سي حميدة مرحبا بك. فيك نورتنا يا سي حميدة. بارك الله فيك سعد مجيد. أنت اليوم تحضر معنا بصفة ولي. شفت ولي بارك الله عندك بنيتك تقرا في الاعداديه. الاعداديه من هنا. مش نشوفوا اليوم من خلالك انت متحدث على الولي شنو نجم يقدم في اطار تحقيق حلم المدرسه، حلمنا جميعا يعني في المدرسه الاعداديه ابن هنا. نورتني يا سي حميد. بارك الله فيك سعد مجيد. شكرا. شكرا على الاستضافه. يعيشك سعد مجيد. العفو. سي هشام مره اخرى مرحبا بخويا. وبيك سعد مجيد. انت تمثل زملائنا المربين الاساتذه ان شاء الله، تمثل الاطار التربوي بصفه عامه، ايش نجم نقدم الى جانب الواجب المهني المقدس الذي ننجزه في القسم مع تلاميذنا، بماذا يمكن ان نفيض على هذه المدرسه من حبنا ومحبتنا من اجل الحلم. سمس الاسبوعي استاذتنا ايضا نقول مرحبا بك مره اخرى في اذاعتك. طبعا طبعا سي عبد المجيد، وكل سعاده اني اليوم تكون متواجده في البلاتو هذا ومعايا زملائي، معايا احد الاولياء، وبالطبيعه يعني زهره الحياه اليوم مستضيفه زهور ابن هاني الحقيقه ونواراتها. نعم. اللي الحقيقه بيضوا لي وجهي وليداتي ما شاء الحمد الله عليهم لله. ونحن كلنا حلم يعني باش نحقوا الافضل على خاطرهم هما. الحقيقه المؤسسه يعني عندها تحتاج لفته كبيره، ويعني استفاقه كبيره من الاطارات اللي تخدم فيها. نعم. والحقيقه نحن فير لافان يقعد التلميذ سي لوروا، معناتها هو ملكنا وهو طموحنا. يعني نمشي لوليداتي الحلوين المزيانين تبارك الله، مع ادم الثيري ورنيم المجري. ادم عسلامه. عسلامه مسيو. شو احوالك؟ لاباس. تبارك الله عليك. فين قسم تقرا سيدي؟ سابع اساسي 11. معناها انت الخطوه الاولى عام سنة، اول عام بعد ما كملت المرحله الابتدائيه هكا ولا هكا؟ مازالوك 3 سنين في الاعدادي و4 سنين في الثانوي، معناها نقولوا احنا باعتبار عام سنة 7 سنين وتنال شهاده البكالوريا بحول الله هكا ولا؟ اي مسيو. اكيد لو عندك حلم تحلم بحاجه تحبها في شخص كنت تحب تحقق في الحياه المهنيه في الخدمه، فانا ما صارت تحب تتجه مسار الحساب، حسابيات، تحب تكون كونتابلي محاسب. بتعرفي بالك اللي المحاسبون في امريكا هم اعلى راتب في الولايات المتحده، هم المحاسبين اللي كونتابل، على خاطر هم يؤمنوا بالحسابات برشا. يعطيك الصحه به برشا. كيفاش باش نحقوا الحلم هذا يا سيدي؟ اول خطه مسيو نبدا نراجع في دروسي. ربي عليك. أول خطوة باش نحققوا أحلامنا العناية بدروسنا في القسم، الانتباه، احترام الأستاذ، الأدوات يعني نحضروها، العمل المنزلي ننجزوه، انتباه كامل، وبعد ما نفهموش حاجة في القسم نطلبوا الإفهام، نرفع صوبي نقول سيدي ما فهمش النقطة هذه، بشرط تكون أنت متبع مواكب مع الأستاذ، وكي ما تفهمش طبعا هو باش يفهمك، وبعد ما نكملوا نروحوا نراجعوا دروسنا وننجزوا تمارين هكا ولا؟ اي مسيو. إذن هذه أول خطوة من أجل تحقيق هذا الحلم يعني المهني، أنك نهار آخر تكون محاسب، وهذا سهل برشا. الإنسان يكون منظم في وقته، يكون يحترم المدرسة. وقل لي عندكش هواية تمارسها يا؟ لا مسيو. آدم ما عندكش هواية؟ لا موسيقى، لا رياضة، لا لعبة شطرنج، لا رسم، ها؟ لا. راهي الهواية تعاون الهواية. ثم نوادي أستاذة، نمشوا مع أستاذة سونس، ثم نوادي كافية باش نخرطوا فيها تلامذتنا ولا؟ الحقيقة ناقصين برشا نوادي. وأنا قداش أنا من نادي حاليا؟ زوز. اللي هما؟ عندنا نادي نتاع لغة فرنسية. إي. تشرف عليه مدام شادية باللكحل. إي تحية لها. إي تحية لها أكيد مدام شادية باللكحل. الحقيقة الأنشطة نتاعها لغة فرنسية. اللغة الفرنسية فيها شان، فيها برشا. والنادي الثاني؟ النادي الثاني عندنا نادي نتاع الخوارزمي، تشرف عليه أستاذة الرياضيات.
ما شاء الله خوارزمي، يعني عندكم نادي في الرياضيات ونادي في اللغه الفرنسيه. مدام امنه تميمي، امنه تميمي فاش هذه في الخوارزمي، في الخوارزمي ثم نادي تاسس كيف حاليا معناتها في البريود هذيا اللي هو نحن نقولوا مشرف عليه استاذ تاع تربيه اسلاميه ياثر التلامذه شويه هكا على الاخلاق، ما يخص الاخلاق والسلوك والسلوك الحميد وال ممتاز جدا. عاد نسموه نادي السلوك الحضاري، السلوك الحضاري بالطبيعه ناخذوه نادي السلوك الحضاري، السلوك الحضاري والسلوك الحضاري يترجم بالاقوال وبالافعال. طبعا طبعا الجانب كانوا يقول لهم اعملوا اعملوا نحاولوا هكا نقولوا اعملوا نمارسوه، والله نرصدوا الظواهر الايجابيه وندعمها. الحقيقه اني دعيت الساده الزملاء باش ناسوا نادي للسينما باهي برشا، ونادي للسينما والصوره التصوير الفوتوغرافي ايضا ثم نادي نتاع نحب كلوب دو شون للبنات. معناتها شكون عندك بالنسبه لنادي السينما شكون باش يعملوا؟ والله استاذه نتاع فرنسيه مدام مهيبي، يعني مدام مهيبي يعني قلت لهم يعني تاع نادي السينما، السينما ديداكتيك والتصوير الفوتوغرافي. الفوتوغرافي عندك ثم شكون عنده آلات مختص في التصوير الفوتوغرافي؟ والله مش ستقع هناك دوره نتاع تكوين باشراف المندوبيه الجهويه ممتاز جدا، يعني مصلحه التنشيط الثقافي والبارياج الاله عندكم اله متطوره. والله ان شاء الله بقدرة ربي. انا باش نقولك على زميل مربي فاضل برشا برشا ينجم يعاون برشا، سيمون جلجيزاني. سيمون جلجيزاني طبعا غني التعريف، هو فنان ارتيستو باتم معنى الكلمه في اخلاقه وفي عطائه، وراه متطوع سيمون جلجيزاني راهو ان شاء الله حيث هو استاذ اولا وقبل كل شيء، اثنين راهو مش باش نقولك لا ان شاء الله قدرة شي يعملوا صغيراتنا قدرة تربي تو نتصل بيه سيمون جلجيزاني. سي هشام الهرابي باش يعمل لنا شنو النادي اللي باش يعملوا سي نادي الادب؟ قول هشام سوالي اكيد نادي اكيد نادي الادب، نادي الادب سي هشام الهرابي قعدكم بنادي الادب ان شاء الله قدرة تربي وقدرة تربي. زاد عندنا نادي اخر نحب ناسو على قريب اللي هو زميل هشام الهرابي هذاك، هشام الهرابي زميل هذاك كان بيتواصل معي من الحين. اذا هشام الطويلي استاذ اللغه العربيه وادابها. سي هشام تنورنا برشا برشا، يعطيك الصحه على الاستعداد. نرجع للصغيرات، نرجع لبنتي الغاليه راني من المجري. راني مع سلامه عسلامه شي احوالك، اغزر الميكرو راني كاميرا قدامك نتاعك باش تظهر فيها. شي احوالك؟ هاي لاباس الحمد لله. فانا قسم تقرا لله؟ سبعة اساسي 11. سبعة اساسي، انت كيف كي ادم زادة ما زلتي في عامك الاول، اكيد نتائجك المدرسيه مزيانه باهي باهي ولا باهي؟ فين تحب توصل يا لله في بالنسبه الى مهنه المستقبل؟ هندسه. مهندسه؟ مش تعمل جسور وطرقات ولا مهندسه؟ هي اختصاصات الهندسه عديده، كيف باش نوصلوا لها الحلم هذه؟ كيف باش نحققها؟ كيفاش نحققها؟ شنو الخطوه الاولى؟ المثابره والاجتهاد والاهتمام وحسن العنايه بالدرس واحترام المعلم واحترام المدرسه واحترام الاثاث وتقديس القلم والقرطاس واتزمن الحر ننظموه الوقت للوقت ما نقراوش فيه نعرف شنو نعملوا فيه، ثم الترفيه ثم النظافه، نعتني بانفسنا نعتني بمكتبك ببيتك بحديقه المنزل، ولكن زاد ثم وقت للدراسه. الدراسة لا شيء غير الدراسة هي تحقق لك حلمك المهني. عندك شي هواية تمارسها؟ هي موسيقى والأدب. موسيقى والأدب مطلع. أنت منتمية لنادي موسيقى ولا لا؟ كيفاش عملنا أستاذ سوند ساي؟ والله أنا بالنسبة لنادي الموسيقى الحقيقة إن شاء الله بقدرة ربي مش نأسوا نادي نتاع موسيقى. أيوا لازمني بالحق المؤسسة هذيك يولي فيها كورال كيما شفت في المدارس الابتدائية والمعاهد، يعني المدارس الإعدادية الأخرى. الحقيقة من حق ابنه هاني يكون عندهم كورال، من حق انهم التلامذه اللي يعرفوا يعزفوا ينشطوا في مؤسستهم ويوريوا طاقاتهم لاصحابهم باش اصحابهم زاد يوليوا كيفهم. معنا ثقافه الفن والموسيقى والجمال هذه لازمها تتاسس وتتكرس في المؤسسه. الحقيقه يعني عندهم برشا بوتنسيال، وانا مازلت قاعده نقرب للتلامذه اكثر بويس كان عندي شهر معاهم توا، ونحب نعرف هما شنو ما النوادي. بالله ادم عايش ولدي نحب نسالك شنو النادي ماذا بيك يولي عندنا في المؤسسه نتاعك وتحب تنتمي ليه؟ شنو النادي؟ موسيقى. موسيقى طبعا. الموسيقى تحية للزملاء أستاذ الموسيقى، عندك الموسيقى عندي زوزة أستاذة بتاع الموسيقى. تحية ليهم، تحية ليهم، تحية ليهم رهاننا عليهم هما أنهم هما يحدثوا لنا هذا الحدث الجميل في المدرسة الإعدادية، ومش غريب على المربي ومش غريب على الأستاذ. الأستاذ راهو ديما بصرف النظر على المقابل، الأستاذ هو رمز العطاء ورمز التطوع. إذا كان ما تطوعش الأستاذ في تونس شكون بناها؟ بناها المعلم. صحيح. تونس بناها المعلم، وسيظل المعلم هو الباني. نحن البنات والرعاة. والرعاة، ربي فضلك يعطيك الصحة. مستمعينا الكرام نخرج فاصل غنائي قصير ثم نعود لنواصل مع أنا أحلم.